تهل علينا مناسبة عزيزة أو مناسبتين عزيزتين على قلوبنا جميعا، ألا وهي الذكرى 58 لثورة 26 سبتمبر والذكرى 27 لثورة 14 أكتوبر. هاتين الثورتين التوأمتين اللتان خلصا الشعب اليمني من الكهنوت في الشمال ومن الاستعمار في الجنوب، وعملت هذه الثورتين على رص الصفوف نحو التوحيد ووحدة اليمن واستعادتها. وها نحن اليوم نعيش هذه الذكرى، فلا يسعنا إلا أن نزف أحر التهاني والتبريكات إلى قيادتنا السياسية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وكذا إلى نائبه الفريق علي محسن الأحمر، وإلى رئيس الوزراء والحكومة اليمنية المؤقرة بهاتين المناسبتين. نسأل الله أن نعود جميعا وأن تعود قيادتنا إلى أرض الوطن لتدير كل الأمور السياسية منها والعسكرية والمجتمعية من أرض الوطن لا من خارجه، وأن تهل علينا هاتين المناسبتين العام القادم بإذن الله، واليمن قد تم تحريره من قوى القدر والخيانة، من الطقم الحوثية والقوى المتربصة الأخرى، وقد استعاد وحدته على أسس مخرجات الحوار بقامة الأقاليم اليمنية الستة بإذن الله تعالى تحت مسمى دولة اتحادية يمنية. هذا، ونكرر تهانينا إلى القيادة السياسية وإلى قواتنا المسلحة وإلى الشعب اليمني كافة بهاتين المناسبتين. نسأل الله أن يعيدها علينا باليمن والخير والبركة.